اقسم بالله انك تكون اهلاوي دي نعمه بدون مبالغه، هي فعلا نعمه. بتشجع وبتنتمي لنادي بيفرحك، نادي بيجيب لك بطولات بعدد كبير جدا على مدار كل الاعوام. اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه انه يفوز بيها، ده المعروف. وارد انك تخسر بطوله، وارد انك تكسب، لكن انت بتكسب اكتر، بتاخد بطولات اكتر، بتفرح اكتر ما بتزعل مع النادي الاهلي. فالاهلي نعمه ولا مش نعمه؟ لا نعمه. الواحد بيحمد ربنا انه اهلاوي، كل الاهلاويه يعني سعداء جدا جدا بالانتماء لهذا الكيان العظيم وهذا النادي صاحب المبادئ والقيم والاخلاق، ودي جزئيه مهمه قوي، وصاحب البطولات. فالف الف الف مليون مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان. بطوله جديده وبطوله قاريه مهمه قوي قوي، بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي وبتزود رصيدك من البطولات القاريه، بتوصل ل 22 بطوله، وده انجاز كبير قوي.